رالي الخميسات والماس بشراكة مع جماعة الخميسات ونادي المحمدية للسيارات الكلاسيكية avec la Fédération Marocaine Automobile Ancienne ينظمون الجائزة الكبرى للخميسات. تنطلق سيارة أخرى من سيارات الزمن الجميل. أنا المنظم ديال هذا الحدث التاريخي لأول مرة بالخميسات ديال السيارات العتيقة، وأنا عندي أنا رئيس ديال النادي ديال المحمدية السيارات الكلاسيكية، واختاريت هذه الجهة هذا الإقليم باش إن شاء الله نساهموا بالوسائل اللي عندنا في التنمية في الازدهار في المسائل ديال السكان ديال الساكنة، يشوفوا السيارات العتيقة وغادي يتصوروا معاهم وغادي يفكروا في ذكريات. كاين اللي تفكر في اللي دوز ذكريات مع السيارات هذو العتيقة، وجينا من المحمدية انطلاقا وجاو نوادي الاخرين من فاس من طنجة من الدار البيضاء، تلاقينا هنا على اساس غادي نمشيو للوالماس ان شاء الله نزوروا المعمل ديال الرومبليساج، ومن بعد غادي نباتوا تما في الاوتيل ولا غدا ان شاء الله غادي نجيو لهنا المحمل الخميسات الساعة العشر الاول ونديروا هنا سيركوي ديال السيارات دو ريغولاريتي، وغادي نعطيو لي تروفي للمشاركين اللي جا الاول غادي نعطيو التروفي ديالو والثاني والثالث، ومع السلطات والسيد الرئيس ديال الجماعه وقفوا معنا بزاف، وحنا فرحانين بهذا بالسلطه كنشكرهم بزاف، فرحانين بالرئيس هو معنا تيسمع انه لقينا جميع الوسائل ميسرة، ولقينا الحمد لله مسائل التسهيلات جميع التسهيلات، وتنشكرهم بزاف.